السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ الصوت مسموع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أرجو أن الصوت مسموع، إذا كان واضحا فاكتبوا بهذا. طيب الحمد لله. المجال متاح لطرح الأسئلة، تلقي الاستفسارات المتعلقة بالحلقات المرئية. من كان عنده سؤال فليكتبه هنا حتى يجاب عليه. طيب إذا سنستعرض، مر على شيء من مفردات المنهج حتى نستفيد الوقت، لا يذهب الوقت هدرا. كنا استعرضنا في اللقاء الماضي ما يتعلق بأحكام التعصيب، تناولنا العصبة بالنفس وقلنا إن العصبة بالنفس تشمل جميع الورثة الرجال باستثناء الزوج وباستثناء الأخ من جهة الأم. الزوج والأخ من جهة الأم هذان يرثان بالفرض، أما من سواهما من الورثة الرجال الذين عرفناهم فيما مضى فجميعهم من الذين يرثون بالتعصيب. وللتذكير أقول أن التعصيب المقصود به الإرث بغير تقدير، ومعنى ذلك أنه إن وجد صاحب فرض في المسألة فإننا نعطيه فرضه، سواء كان صاحب فرض أو مجموعة من الفروض يعطون نصيبهم من الإرث، وما بقي فيكون للعاصب. وإذا لم يوجد وارثون بالفرض أصلا فالمال كله للعاصب، فالمال كله للعاصب. و إذا كان نصيب أصحاب الفروض يستغرق التركة، كما لو كان مثلا زوج وأخت شقيقة وعم، فالزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف والعم له الباقي، لكن لا يوجد باقي، فحينئذ يسقط. إذا استغرقت الفروض التركة، بمعنى المقصود بذلك أن أصحاب الفروض أخذوا التركة بفروضهم ولا يوجد باق، حينئذ يسقط العاصب. وذكرت أن من العصبة من لا يمكن أن يسقط أبدا، من العصبة من لا يمكن أن يسقط أبدا، والمقصود بذلك الابن والأب أو الجد من جهة الأب أو ابن الابن أيضا.
هؤلاء يستحيل أن يسقطوا، لأن لا يمكن. إذا طبقنا الشروط والتزمنا بها، الشروط التي تعلمناها في إرثهم، يعني إرث الورثة جميعا أقصد، فسيتبين لنا أنه لا يمكن أن تأتي حالة يسقط فيها ابن، نقول انتهى الميراث، أعطيناه أصحاب الفروض ولم يبقى لك شيء. ومثل ذلك يقال في حق الأب، فإنه في أقل الحالات لا بد أن يرث. على سبيل المثال، إذا حرم منع من التعصيب فإنه يرث السدس. طيب، عندنا فيما يتعلق بالعصبة مع الغير، ذكرتها أيضا في اللقاء الماضي وأعيدها للتأكيد عليها، لأنها يقع فيها خلل وخطأ كثير. يجمعها الغير، يقال الأخوات مع البنات عصبات. ما المقصود بالأخوات وما المقصود بالبنات؟ المقصود بالأخوات الأخت الشقيقة أو الأخت من جهة الأب. طيب، والأخت من جهة الأم هل تدخل؟ لا، لا تدخل. الأخت من جهة الأم لا تدخل. المقصود الأخت الشقيقة أو الأخت من جهة الأب، سواء كانت واحدة أو أكثر، يعني أخت شقيقة واحدة أو أختان شقيقتان، أو كانت أختا لأب واحدة أو أختان لأب فأكثر. إذا اجتمع أي من الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب مع بنت أو بنات للميت، أو بنت ابن للميت وإن نزلت، يعني بنت ابن ابن أو بنات ابن، فحينئذ نعطي البنات أو بنات الابن الفرض الخاص بهن. وما دام معهم في المسألة أخوات شقيقات أو أخوات لأب، فإنهن يأخذن الباقي إذا لم يوجد معصبهن. إذا لم يوجد معصبهن، والمقصود طبعا بالمعصب يعني لا يوجد معصب للبنت، لأنه لو وجد فهو مقدم على الأخت، وحينئذ لا إرث لها. يعني لو وجد ابن الميت وبنت الميت وأخت شقيقة للميت، حينئذ ابن الميت وبنت الميت هؤلاء يرثون بالفرض أصلا، يرثون عفوا بالتعصيب عصبة بالنفس، الأبناء مع البنات، وحينئذ لا يبقى شيء للعصبة مع الغير. فالعصبة بالنفس مقدمة، العصبة بالنفس والعصبة بالغير مقدمة على العصبة مع الغير. كذلك إذا وجد بنت ابن للميت أو بنات ابن، مجموعة بنات الابن مثلا، مع أخت شقيقة، فإنا نعطي بنت الابن أو بنات الابن الفرض، والباقي يكون للأخت للأب أو الأخوات للأب، ما دام المعصب ليس موجودا. يعني لا يوجد معصب لبنت الابن، ولا يوجد أيضا معصب للأخت لأب، لأنه لو وجد معصب للأخت لأب، أو في المسألة الأولى وجد معصب للأخت الشقيقة، فحينئذ يكون إرثهم ليس عصبة مع النفس، بل عصبة بالغير، العصبة بالغير. إذن نلخص الشروط مرة أخرى. شروط التعصيب مع الغير: عدم معصب الأخت، وعدم معصب البنت، وعدم معصب بنت الابن، وعدم الأصل الذكر الوارث. في سؤال في هذا؟ فيما يتعلق باجتماع العصبة، كنا تكلمنا عليه في لقاء مضى، يعني كان فيه سؤال طبعا إذا وجد مجموعة من العصبة كأبناء الميت وأبناء ابنه وإخوته كلهم عصبة، كيف نورث؟ ما العمل في هذا؟ العمل أننا نعمل بالقواعد المتبعة في هذا، وهو أن الجهة مقدمة، جهة التعصيب هي التي تراعى أولا. كيف جهة التعصيب؟ المقصود
أن جهات التعصيب عندنا خمس جهات: جهة البنوة ويدخل فيها الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا، الجهة الأخرى جهة الأبوة، جهة الأبوة وهذه الجهة يدخل فيها الأب ويدخل فيها الجد من جهة الأبي، الجهة الثالثة جهة الأخوة ويدخل فيها الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزل أبناء الإخوة، يعني لو كان ابن 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 أخ وهكذا. أما الأخ من جهة الأم فغير داخل هنا، ليس من العصبة كما سبق. بعد ذلك تأتينا الجهة الرابعة جهة العمومة، جهة العمومة، والمقصود بالعمومة العم الشقيق، يعني أخو أبي الميت إذا كان أخا شقيقا لأبي الميت، والعم لأب، العم لأب يعني أخو والد الميت إذا كان أخ والده من الأب. وكذلك يدخل في جهة العمومة ابن العم الشقيق، ويدخل أيضا ابن العم لأب وإن نزل، لو كان ابن عم أو كان ابن ابن عم مهما نزل بمحض الذكور. الجهة الرابعة جهة الولاء، جهة الولاء والمقصود بها المعتق، المعتق ثم من بعد المعتق أيضا يدخل معه عصبته، يعني ابن المعتق وأب المعتق وأخوه الشقيق وأخوه لأب وعمه الشقيق وعمه لأب وهكذا، بل حتى معتق المعتق لو كان يعني هذا المعتق له من اعتقه قديما. طيب كيف يكون هذا الترتيب؟ نقول إنه إذا كان أبناء الميت عندنا في المسألة وأبوه وإخوته وأعمامه ومعتقه، كيف نورث؟ نقول لا يرث بالتعصيب في هذه الحالة إلا جهة البنوة، أما من بعدها من الجهات حتى الأبوة لا ترث بالتعصيب. أما جهة الأخوة والعمومة والولاء فيسقطون، لا إرث لهم في هذه الحالة. يبقى جهة الأبوة قلت لا ترث بالتعصيب، إنما يفرض للأبي في هذه الحالة السدس، وإذا كنتم تذكرون لما أتينا لفرض السدس قلنا إنه الأب بشرط وجود الفرع الوارث، فهنا وجد فرع وارث ذكر وهو الابن أو ابن الابن فيكون التعصيب له، ويحجب الأب فيأخذ فرض السدس فقط. طيب هذا فيما يتعلق بأن الجهة تقدم لو كان ليس للميت أبناء لكن عنده أب وعنده إخوة، فالذي يرثه هو أبوه وإخوته لا شيء لهم، ومن باب أولى أيضا الأعمام لا شيء لهم. طيب إذا كان الميت ليس له أبناء ولا أب ولا جد لكن عنده إخوة وأبناء إخوة وعنده أعمام وأبناء أعمام، أيضا جهة الأخوة مقدمة، فالإرث يكون لجهة الأخوة ولا شيء لجهة العمومة. ومثل ذلك أيضا يقال إذا كان الميت أعمام فقط لا يوجد لها أب ولا ابن ولا أخ لكن عنده أعمام وعنده معتق، الأعمام مقدمون، جهة العمومة مقدمة. طيب هذا واضح الآن ترتيب الجهات؟ ترتيب الجهات واضح؟ إذا في شيء يكتب يعني لا أسمع صوتا، إنما يكتب فقط المحادثة. هل يوجد سؤال في هذا؟ طيب فيما يتعلق بهذه الجهات عرفنا أنها يقدم الأول منها على ما بعده، فالبنوة مقدمة على الأبوة والأبوة مقدمة على الأخوة والأخوة مقدمة على العمومة
وهي العمومة مقدمة على الولاء. طيب ماذا لو كان اجتماع العصبة من جهة واحدة؟ يعني الميت هذا عنده أبناء، وعنده أبناء أبناء، وأبناء أبناء أبناء في درجات مختلفة، أو ميت آخر عنده أب وجد، يعني أبو أبيه وجد أبيه، أو ميت آخر عنده أخ شقيق وأخ لأب وابن أخ شقيق وابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق وابن ابن أخ لأب وهكذا. الجواب نعم، يقدم الأقرب للميت، الأقرب للميت. ولا شك أنه إذا كان هناك أبناء وأبناء أبناء، لا شك أن أبناء الميت أقرب إليه من أبناء أبنائه، وكذلك أبو الميت أقرب من جد الميت، ووالد الإنسان المباشر أقرب له من جده، وكذلك أخ الميت الشقيق أقرب إليه من ابن أخيه الشقيق، وهكذا. وأظن أن هذا واضح. طيب إذا تقدم الجهة أولا، فإن تساووا كانوا من جهة واحدة قدمنا الأقرب للميت. طيب ماذا لو كانوا من جهة واحدة وقرابتهم للميت واحدة؟ كيف يكون التقديم؟ أو قبل السؤال عن هذا نقول ما صورة المسألة؟ كيف صورتها؟ صورتها لا تكون هذه الحالة الأخيرة لا تكون إلا في جهة الأخوة أو العمومة فقط. فجهة الأخوة الميت عنده أخ شقيق وعنده أخ لأب، درجة قربهما للميت واحد، كلاهما أخوان له، أو ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب، أو عم شقيق وعم لأب، هذا في جهة العمومة. أو أيضا نقول ابن عم شقيق وابن عم لأب. في هذه الحالة يقدم الأقوى، ولا شك أن من كان يرتبط مع الميت بعلاقة من جهتين، من جهة الأب والأم وهو الشقيق، أقرب إليه ممن تربطه بالميت جهة واحدة وهو القريب من جهة الأب. فإذا كان عندنا أخ شقيق وأخ لأب، هؤلاء من جهة واحدة وقرابتهم للميت واحدة، لكن الشقيق أقوى من الأخ لأب، ومثل ذلك ابن العم الشقيق وابن العم لأب. واضح؟ طيب نأتي إذن إلى الحجب. الحجب هو المنع، الحجب هو المنع، هذا أصله في اللغة. وفيما يتعلق بعلم الفرائض والمواريث المقصود به المنع من الميراث، وهذا المنع قد يكون منعا كاملا، يعني لا يرث الشخص هذا شيئا، وقد يكون منعا جزئيا، يعني ينقص نصيبه من الميراث، وهو الذي يسميه أهل العلم حجب. حرمان الأول، النوع الأول الحجب الكامل، والثاني يسمونه حجب نقصان. وهذا فيما يتعلق ب يعني القسم الحجب بشخص. حجب الحرمان بسبب استغراق الفروض للتركة، حجب الحرمان بسبب استغراق الفروض للتركة، كما لو كان هناك مثلا عندنا زوج وأخت لأب، ابن أخ لأب، الزوج له النصف والأخت لأب لها النصف، وابن الأخ لأب هذا له الباقي لكنه محجوب،
محجوب، من الذي حجبه؟ حجبته الأخت لأب، أنها أخذت النصف فلم يبقى له شيء. عندنا أحيانا يحجب بعض الناس بسبب وجود شخص يمنعه من الميراث، مجرد وجود هذا الشخص يمنعه، كما في مسألة مثلا الابن مع ابن الابن، لا يمكن أن يرث ابن الابن شيئا ما دام الابن موجودا لأن الابن يحجبه. كذلك يقال مثل ذلك في الأخ الشقيق مع الأخ لأب، الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، ومثله يقال في الأم مع الجدة، لا يمكن أن ترث الجدة والأم موجودة، ومثله يقال في الأب مع الجد، ومثله يقال أيضا في العم مع ابن العم. كل هؤلاء الأقرب للميت يحجب من وراءه. لكن هناك عندنا ستة من الورثة لا يمكن أن يحجبوا أبدا، يعني أقصد حجب الحرمان، وهما الأبوان، ويقصد بهما الأب والأم، لا يمكن أن يقال سقط من الميراث لأن غيره حجبه. الأب وارث، الأب وارث، ما لم يوجد يعني فيه المنع بوصف مثل كونه قاتل أو كافر أو اختلاف الدين التي مرت معنا في موانع الإرث. إذا وجدت سبب الإرث وتحققت شروطه ولم توجد موانع، فالأب وارث، لا يمكن أن يقال إنه محجوب. وكذلك الأم، وكذلك يقال مثل ذلك في الزوجين، يعني الزوج إذا وجد أو الزوجة إذا وجدت في المسألة فهو يرث ولا يمكن أن يحجبه شخص. وأيضا الولدان، ويقصد بهما الابن وابن الابن، الولدان المباشران لا يمكن أن يحجبا، ابن الميت وبنت الميت لا يمكن أن يحجبا. في سؤال؟ طيب، المجال مفتوح ترى، يعني ليس أنا عندما أقول هناك سؤال لا أقصد هذه الجزئية، نعم هي لها أولوية ذاتها، لكن أقصد في المنهج كله، يعني فيما اطلعتم عليه من الحلقات المرئية. إن كان هناك أي سؤال في حلقة متقدمة أو متأخرة فالمجال متاح للجواب عليها. طيب، نأتي إلى ما يتعلق بالتأصيل، نمر عليه سريعا. المقصود بالتأصيل في المسائل الفرضية تحصيل، يعني استخراج أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. فعندنا مثلا إذا كان في المسألة نصف، فهذه المسألة ننظر إلى مقام هذا الكسر، مقام هذا الكسر النصف مقامه اثنان، فحينئذ إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد فأصلها من مقام هذا الفرض، كما لو كان عندنا زوج مثلا وعم، زوج وعم، الزوج له النصف والعم له الباقي، ولا يوجد في المسألة إلا فرض واحد، فأصل هذه المسألة من مقام هذا الفرض الوحيد وهو النصف، مقامه اثنان، أصل المسألة من اثنين. لو كان في المسألة زوجة وابن، الزوجة في هذه الحال لها الثمن لوجود الفرع الوارث وهو الابن، والابن له الباقي،
طيب، لا يوجد في هذه المسألة إلا فرض واحد وهو الثمن، وإذا نظرنا إلى مقام الثمن وجدنا أنه ثمانية، فحينئذ يكون هذا المقام هو أصل تلك المسألة، فيكون أصلها من ثمانية للزوجة واحد من ثمانية، والباقي للابن وهو سبعة. إذا كان في المسألة أكثر من فرض، أو قبل ذلك نبدأ، إذا لم يكن في المسألة أصلا فروض، إذا كان فيها عصبة، إذا كان فيها عصبة يعني يرثون بغير تقدير كالأبناء ومثلا الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب أو الأعمام أو أبناء العم، ولا يوجد ورثة بالفرض، ففي هذه الحالة يكون أصل المسألة بحسب عدد رؤوسهم، إذا كانوا كلهم ذكورا يكون بحسب عدد رؤوسهم إذا كانوا كلهم ذكورا، فلو كانوا خمسة أبناء مثلا مات ميت عن خمسة أبناء فقط فأصلها من خمسة، لو مات عن أربعة إخوة أصلها من أربعة، لو مات عن عشرة من أبناء العم فأصل المسألة من عشرة، وهكذا. هذا إذا كانوا من جنس واحد. طيب ماذا لو كانوا من جنسين؟ كيف؟ يعني مات عن ثلاثة أبناء وأربع بنات، حينئذ نحسب الذكر الواحد باثنين والأنثى بواحد، لأن القاعدة أن للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول الله عز وجل في القرآن: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي هذه الحال في مسألة إذا كان عنده ثلاث أبناء وأربع بنات، ثلاثة ضرب اثنين ستة، ونجمع إليها أربعة أربع بنات، يكون أصل المسألة من عشرة. أعيد، إذا كان في المسألة ثلاثة أبناء وأربع بنات يكون أصل المسألة من عشرة. من أين أتت العشرة؟ أتت بأننا نظرنا إلى عدد الذكور فضربناه في اثنين فأصبح ثلاثة في اثنين ستة، ثم جمعنا إليه عدد الإناث وهو أربع أصبح المجموع عشرة. طيب ماذا لو كان العكس؟ أربعة أبناء وثلاث بنات، نفس الطريقة، نقول أربعة أبناء ضرب اثنين هذه ثمانية، وثلاث بنات زائد ثمانية المجموع يصير أحد عشر، فيكون أصل المسألة من أحد عشر. وعلى هذه الطريقة يعني يستخرج أصل المسألة، إن كانوا كلهم عصبة ذكورا فأصلها من عددهم، وإن كانوا كلهم عصبة لكنهم مختلطون ذكور وإناث فيضرب الذكر مجموع الذكور في اثنين ويضاف إليه عدد الإناث يخرج لنا أصل المسألة. طيب هذا إذا لم يوجد صاحب فرض، وعرفنا لو كان فيها فرض واحد. طيب ماذا لو كان فيها أكثر من فرض؟ إذا كان فيها أكثر من فرض حينئذ ننظر إلى مقامات تلك الفروض، ننظر إلى مقامات تلك الفروض، فإذا كان بينها مماثلة فنكتفي بأحدها، كما في مسألة الزوج مع الأخت الشقيقة، الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، هنا عندنا فرضان، مقام كل فرض اثنين، فالرقم متطابق متماثل، نكتفي بواحد منها ويكون هو أصل المسألة، فيكون أصل المسألة من اثنين للزوج سهم واحد وللأخت الشقيقة سهم واحد، وبهذا حلت المسألة. إذا كان بين العددين تداخل، يعني عفوا بين مقامي الفرضين تداخل، كيف؟ مثاله لو افترضنا أخوان لأم وأم، الأخوان لأم لهما الثلثان، آسف لهما الثلث، لهما الثلث، والأم في هذه الحال لها السدس لوجود جمع
من الإخوة. طيب ننظر إلى مقام الثلث ومقام السدس، نجد الرقم 3 والرقم 6، ونجد أن 3 تدخل في 6، بمعنى أننا نستطيع أن نقسم 6 على 3 فتنقسم من دون وجود باق، لا يوجد كسر ولا خارج قسمة. 6 تقسيم 3 يساوي 2. إذن في هذه الحالة إذا كانت العلاقة بينهما تداخل فنكتفي بالرقم الأكبر منهما وهو 6، ويكون أصل المسألة من 6. هناك قاعدة أحسب أنكم بحكم تخصصكم في المحاسبة تعرفونها، لكن هكذا يذكرها الفرضيون للتأكيد عليها الفائدة، وليست هي الطريقة الوحيدة يعني. لكن القاعدة كيف نعرف عدد السهام؟ هنا سؤال مهم، كيف نستخرج عدد السهام بعد التأصيل؟ قلنا أصل المسألة من 6، الآن عندنا ثلث وعندنا سدس، فنقول الطريقة في ذلك أننا نأتي إلى أصل المسألة فنقسمه على المقام، مقام كل فرض، ثم نضرب النتيجة، نتيجة القسمة في البسط. فإذا قلنا 6 تقسيم نصيب الأخوان للأم وهو الثلث، 6 تقسيم 3 2، ثم نضرب الاثنين في البسط، بسط الثلث وهو 1، 2 ضرب 1 يساوي 2، ويكون هو عدد سهام الأخوين لأم. نأتي للأم نقول 6 تقسيم مقام السدس وهو 6 يساوي 1، ثم نقول 1 ضرب البسط وهو 1 يساوي 1. بهذا استخرجنا عدد السهام لكل وارث. وهنا تنبيه، ربما يقول قائل طيب ما الفائدة من الضرب في البسط؟ البسط واحد في المسألة في الحالة الأولى وحالة الثانية. نعم هذا الكلام قد يصح في هذه المسألة، لكن ستأتي مسائل يكون البسط فيها ليس واحدا كما في مسألة فرض الثلثين، فحينئذ تختلف النتيجة، فلا بد من ضرب نتيجة قسمة أصل المسألة على مقام الفرض، لا بد أن تضرب في البسط، البسط ربما يكون واحد وقد تكون في حالات أخرى اثنين كما في مسألة الثلثين. طيب نكمل فيما يتعلق بالتأصيل في حال تعدد الفروض. عرفنا إذا كانت الفروض متماثلة، وعرفنا إذا كانت الفروض مقامات الفروض متداخلة، بقي عندنا إذا كانت العلاقة بينهما التباين، والتباين سبق أيضا الحديث عنه، وهو أنه لا يوجد، لا ينقسم أحد العددين على الآخر، ولا يوجد بينهما قاسم مشترك. إذا كان العددان بهذا الوصف لا ينقسم أحدهما على الآخر ولا يوجد بينهما، لا يجمعهما قاسم مشترك، فحينئذ تكون العلاقة بينهما تباينا، فنضرب أحدهما في الآخر، نضرب أحدهما في الآخر ويخرج لنا أصل المسألة. بقي الاحتمال الأخير وهو إذا كان بينهما توافق أو موافقة، والمقصود بالموافقة أن أحدهما لا ينقسم على الآخر بلا كسر، لكن يوجد بين العددين قاسم مشترك، يوجد بين العددين قاسم مشترك. مثاله عندنا لو مات شخص عن زوجة وأخ لأم، الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، والأخ لأم بسبب انفراده وعدم وجود فرع وارث وعدم وجود أصل وارث ذكر نعطيه السدس. عندنا الآن فرضان، ربع وسدس، مقام الربع 4 ومقام السدس 6. العلاقة بين 4 و6 هنا لا تنقسم، ليس طبعا ليس متطابقين، هذا أمر ظاهر،
وليس أحدهما ينقسم على الآخر، الستة لا تنقسم على الأربعة بدون كسر. السؤال الآن، هل يوجد بينهما قاسم مشترك؟ نعم، هل يوجد قاسم مشترك بين الأربعة والستة؟ ألا يوجد قاسم مشترك بين الأربعة والستة؟ ما هو؟ نعم، يوجد قاسم مشترك بين الأربعة والستة. كلاهما يقبل القسمة على اثنين، الأربعة تقسيم اثنين يساوي اثنين، والستة تقسيم اثنين يساوي ثلاثة، معنى هذا أن العدد اثنين هو قاسم مشترك بينهما. طيب ماذا نعمل في هذه الحالة؟ عرفنا أنه يوجد بينهما قاسم مشترك. الجواب، نأخذ أحدهما، أي منهما، نختار ما شئنا سواء الأربعة أو الستة، فنقسمه على القاسم المشترك، فنقول أربعة تقسيم اثنين يساوي اثنين، ثم نأخذ هذه النتيجة ونضربها في العدد الآخر، نقول اثنين ضرب ستة يساوي 12، يكون النتيجة هي أصل هذه المسألة. طيب هل يختلف الحال لو كان اختيارنا للرقم الآخر؟ لا يختلف. فلو قلنا مثلا 6 تقسيم القاسم المشترك وهو 2 يساوي 3، سنأخذ هذه النتيجة ونضربها في كامل العدد الآخر، فنقول 3 ضرب 4 يساوي 12. لعلكم تلاحظون أن النتيجة لم تختلف، هي 12، ما تغير الناتج بالطريقة الأولى ولا بالطريقة الثانية. هذا هو الطريق لاستخراج أصل المسألة إذا كان فيها أكثر من فرض. طيب يعني قد يسأل هنا، يقال ماذا لو كان هناك عندنا 3 فروض 4 فروض؟ الجواب على نفس الطريقة المذكورة، فنحن نبدأ أولا بالفرض الأول مع الفرض الثاني، وما نستخرجه من عدد لا نستعجل، إذا كان المسألة فيها أكثر من فرضين نحفظ هذا الرقم ونقارن هذا الرقم وهذه النتيجة مع الفرض الثالث ثم مع الفرض الرابع. حاصل النظر بين هذه الفروض هو الذي يخرج لنا أصل المسألة. فلو أن احنا استخرجنا مثلا 12 وبقي عندنا مثلا على سبيل المثال نقول بقي فرض الثلث، طيب ننظر بين العدد 12 ومقام الثلث وهو 3، 3 و12 ما العلاقة بينهما؟ ليست تماثلا، هل هي تداخل؟ ثلاثة وال12 ما العلاقة بينهما؟ بلى، يوجد تداخل بين الثلاثة والاثني عشر، لأن لو قسمنا 12 تقسيم 3 يخرج لنا نتيجة 4، معنى هذا أن الاثني عشر من مضاعفات الثلاثة، وفي هذه الحال ما دامت العلاقة تداخل نكتفي بالأكبر وهو 12، فلن يؤثر لن يغير مقام الثلث شيئا، لأنه يعني من مضاعفات الثلاثة 12، وحينئذ نبقي على العدد 12 لا يتغير. طيب ماذا لو خرج لنا عدد فرض آخر؟ نقول نفس الطريقة، إن كان ينقسم على 12 اكتفينا بال 12 وأبقيناها، وإن كانت العلاقة بينهما توافق، والمقصود بالتوافق أنه يوجد بينهما قاسم مشترك، لكن الكبير لا ينقسم على الصغير، لكن بينهما قاسم مشترك آخر، فنأخذ هذا القاسم المشترك ونأتي بأحد العددين نقسمه عليه، والنتيجة نضربها في كامل الآخر يخرج لنا رقم جديد هو أصل المسألة. طبعا الشيخ استعرض في الحلقات المرئية أصول المسائل. أصول المسائل حصرها العلماء رحمه الله تعالى لأنها يعني ليست
بلا حصر، بل هي محدودة معروفة. أصل أي مسألة إما أن يكون اثنين أو أربعة أو ثمانية أو ثلاثة أو ستة أو 12 أو 24. وهنا أستدرك وأنبه، لما نقول أصول المسائل محصورة نقول إذا كان فيها فروض، إذا كان فيها فرض أو فروض، فهي لا تخرج عن هذه الأرقام السبعة، إما اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو ستة أو ثمانية أو 12 أو 24. أما لو كان فيها عصبة، فالعصبة لا شك كما ذكرنا القاعدة فيها بحسب عدد رؤوسهم إن كانوا ذكورا، وإن كانوا ذكورا وإناثا فنضرب الذكر في اثنين ونجمع إليه عدد الإناث، وحينئذ يكون أصل المسألة إذا كانت إذا كان الوارثون عصبة لا يمكن أن يحصر يعني الرقم الذي يكون منه أصلها. هذا فيما يتعلق باستعراض سريع للتأصيل. ثم يأتينا مسألة تلي باب التأصيل وهي مسألة العول، لكن قبل أن يعني نشرع فيها، هل يوجد أي سؤال فيما سبق؟ أي استشكال؟ مسألة غير واضحة؟ مسألة تحتاج إلى تأكيد عليها أو تنبيه؟ طيب، نحمد الله على ذلك. إذن يأتينا بعد ذلك مسألة العول. المقصود بالعول زيادة فروض المسألة على أصلها، يعني أحيانا تزدحم الفروض، بعبارة أخرى نقول تزدحم الفروض. كيف تزدحم؟ لو افترضنا أن ميتا مات عن زوج عفوا أن امرأة ماتت عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، في هذه الحالة الزوج سيأخذ النصف والأخت الشقيقة ستأخذ النصف والأخت لأب سيكون فرضها السدس طبقا للشروط التي درسناها فيما مضى. طيب، أصل المسألة تأملوا معي، هذه أول مثال ذكره الشيخ. عندنا نصف مقامه اثنان والنصف الآخر للشقيقة مقامه اثنان. نحن نريد الآن نؤصل المسألة. أولا اثنان واثنان العلاقة بينهما ما هي؟ أريد أن أخذ الجواب منكم. اثنان واثنان ما العلاقة؟ مماثلة. ممتاز. ماذا نفعل في حالة المماثلة بين عددين؟ نأخذ واحدا منهما، يكفينا واحد منهم. طيب، نأتي الآن تلاحظون عندنا فرض ثالث، ما انتهينا، بقي فرض ثالث مسألة. فإحنا الآن أخذنا اثنين وحفظناها، عندنا السدس مقامه ستة، ما العلاقة بين الاثنين والستة؟ عندنا أربع علاقات، إما تماثل أو يعني مماثلة أو مداخلة أو مباينة أو موافقة. ما العلاقة بين الستة والاثنين؟ نعم، لا ليست مباينة. ستة واثنين مباينة أن لا ينقسم أحدهم على الآخر ولا يوجد بينهما قاسم مشترك، بينما الستة واثنين لا، الجواب ليس أنها مباينة، غير ذلك. وليست موافقة. الموافقة أن لا ينقسم الأكبر على الأصغر لكن يوجد قاسم مشترك. الحقيقة أن الستة واثنين العلاقة بينهما تداخل، لأن الستة تنقسم على اثنين بلا باقي، أو بعبارة أخرى نقول أن يعني الستة من مضاعفات الاثنين، لأن اثنين واثنين واثنين هذه ستة، فهم مضاعفاتها. طيب، ما دامت العلاقة هي التداخل أو المداخلة، ما العمل في هذه الحالة؟ ماذا نفعل؟ أحسنتي، نثبت الأكبر، نثبت الأكبر وهو الستة، ويكون أصل المسألة من ستة، يكون أصل المسألة من ستة. طيب، فعلنا هذا وأصلنا المسألة من ستة، ثم قلنا
ستة، أصل المسألة تقسيم مقام النصف وهو فرض الزوج، ستة تقسيم اثنين ثلاثة، ثم ضربنا الثلاثة في الواحد ثلاثة، وأثبتنا السهام للزوج ثلاثة سهام، وفعلنا مثل ذلك تماما مع الأخت الشقيقة. ثم أتينا للأخت أب وقلنا ستة تقسيم ستة يساوي واحد، وضربنا الواحد في بسط كسر الستة، واحد في واحد واحد، وأثبتناه للأخت أب. أصل المسألة من ستة، تعالوا نجمع السهام، ثلاثة زائد ثلاثة ستة زائد واحد سبعة، هنا زاد عدد السهام على أصل المسألة. المسألة أصلناها من ستة، لكن لما أتينا نجمع سهام الورثة خرجت سبعة، هل هناك خطأ؟ هل نقول إن هذا خطأ؟ لو كانت المسألة مسألة كلها عصبة ما فيهم ورثة، نعم هو خطأ، لكن هنا عندنا هذه المسألة كلها أصحاب فروض، ونحن متأكدون، يعني ما عندنا خطأ، أو متأكدون من الفروض ومن طريقة عملنا فيها، لكن لما جمعنا السهام وجدناها زادت عن الأصل. هذه الحالة هي التي يسميها أهل العلم العول، عالة المسألة. بسبب ماذا؟ بسبب تزاحم الفروض فيها، نصف ونصف ذهبت التركة. ثم نأتي ونقول أيضا سدس، معنى هذا أن هذه المسألة عائلة، عائلة يعني زاد عدد سهامها عن أصلها. وفي هذه الحال نجمع عدد السهام ونثبته بجوار أصل المسألة ويسمونه عولا. تجدون هذه المسألة الأولى عادت من ستة إلى سبعة، والشيخ ذكر أمثلة أخرى تعالت من ستة إلى ثمانية، وأيضا تعول إلى تسعة وإلى عشرة، والاثنى عشر تعود إلى خمسة عشر، والأربع وعشرين تعود إلى سبع وعشرين، وهكذا. طبعا أهل العلم ذكروا الحالات التي يحدث فيها العول، هي حالات محددة أيضا، يعني الأرقام فيها معروفة، يعني مثلا لا يمكن أن تعول الستة إلى اثنى عشر، ولا تعول مثلا الاثنى عشر إلى مثلا عشرين، لا، لها عول معروف معلوم. هذا فيما يتعلق بلقائي اليوم. هل يوجد سؤال قبل الختام؟ الله يبارك فيكم ووفقنا وإياكم لكل خير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلتقي على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.